مشاهدينا الكرام، مشاهدي نيشا الآن مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة درب السلطان، مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية، جا استثمر في واحد البروجي اللي هو عبارة عن دار الضيافة اللي خسر عليه أموال كبيرة باش بعد خدا غير الدار، لأن كنعرفوا أن في هذه المنطقة هذه بالضبط اللي هي في كراج علال الدار اللي كنتي بغيت تاخذها راه كتسوى ملايين. جا استثمر دار الضيافه، دار يعني خدا واحد الدار بغى يدير بروجي ديال دار الضيافه، تلاقى بواحد المهندس حسب ما ذكر لينا انه تلاقى بشي مهندس وقام بالنصب عليه مبالغ ماليه كبيره ووعدوا باش يجيب ليه الرخصه. فجا الصح بدا كيقول لي لا هادي نقربكم مع القضية مع المهاجر المغربي المقيم في الديار الفرنسية اللي تعرض لهذه العملية اللي غيقربنا أكثر في هذه القضية. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي. سيدي شنو وقع لك؟ وقع لي أستاذ شنو وقع لي؟ وقع لي كارثة عظمى، وهذه خلات لي لاطراس في حياتي ومرضتني. ما عليناش، جيت استمرت هنايا تلاقيت مع واحد السيد المهندس عنده خبره وكذا، وقلت له ودي راه بغيت ندير واحد البروجي هنايا. مشيت عنده للمكتب ديالو، استقبلني قال لي الله يا ودي مرحبا. الله يا ودي انت من الجاليه، نخدموا معاك نوقفوا معاك وكذا. استاشر مع اللي استاشر شي واحد مقرب ليه مزيان، قال لي خدم هذاك السيد، قال لي خدم سربي طلق راسك. قاديت وخسرت داكشي اللي عندي كاع المدخرات ديالي ديال الاعوام ديال الخدمه ديالي لهي حطيتها في هذا المشروع هذا. ملي مشيت باش ناخذ الرخصه رفضوا لي لسبب كذا كذا كذا. قلت له علاش خليتيني تخسرت هذا المبلغ هذا وعاد ديك الساعه غادي كذا كذا. قال لي سي كوم سا. قلت له كومون سا؟ جي ديبونسي انورميمون دارجون، توسكو جو بوسيد، خويت الخزينه ديالي خويت هذا باش نجي داكشي اللي بقى لي في عمري ندوزو هنايا. اذا ضحك عليا ولا كيسد عليا البيبان، كنمشي عند السيد اللي قال لي خدم كيسد عليا البيبان. انا دابا نعم كيفاش خدم؟ قال لي زعما في لي طرافو في هذا، غير سير بيه الرخصه جايك فهمتي، ودار اللي دار فيا وهذا. انا بغيت انا الله يجازيكم بخير شي مسؤول غير تجيو تشوفوا البروجي كيدير تبارك الله. انا الصراحه انا شفت البروجي راه تبهدلت، لان البروجي راه دابا انا على ما كنشوف وحسب يعني واحد شويه ديال الخبره ديالنا اللي كنعرفوا، لاننا كنخدموا مجموعه من الامور هنا، راه غير هاد الباب هذا راه مقيوم بواحد شي 8000 درهم حتى 10000 درهم. هاد الباب هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله. خلي عليك الزليج، خلي عليك القبس، خلي عليك تقريبا تقام عليك هاد الانستالاسيون، راه غير هاد الانستالاسيون بين الشراء ديال الدارهم هنا بشي 280 مليون. 280 مليون لا الانستالاسيون قلت تقريبا شي واحد 100 مليون. 100 مليون ديال الانستالاسيون ديال الاصلاحات. وحبسوا لي وقفوني، علاش اش غندير انا هنايا؟ نستقبل على الناس الزبناء التجار. نحطكم في الصوره شو دابا بروجي بحال هذا كنتفاجئوا انهم وقف بروجي بحال هذا، يعني شوفوا كيدير بعدا، شوفوا غير الانستالاسيون ديال سميتو ديال هذيك الزخرفه، شوفوا هاد الامور كامله بالعود. تخيلوا معايا دار كامله بالعود، يعني الداخل ديالها كامل عود، وفي الاخر يتفاجئ هذا المواطن انه تعرض لعمليه ديال النصب في هذه القضيه هذه اللي هي القضيه ديال منزل ديالو. قال لك لا ما غنعطوكش الرخصه نظرا لان هادي وهذه عباره عن دار الضيافه. لا حول ولا قوه الا بالله. نقرر نكملوا مع السيد دابا. راسلت الجهات المسؤوله؟ راسلت الجهه حتى واحد ما جاوبني. كتبت ثلاثه الرسائل افيك اكوزي دو ريسيبسيون، حتى واحد فيهم ما اتصل بيا. شنو انا المطلوب هو بغيت حل ان شاء الله. انا ما بغيتش ندير شي حاجه ايليغال، بغيت نخدم بصفه تكون رسميه وصفه قانونيه. صرف لي الترافو، ها لي ترافو يعني فلوس كامل مشاو في هذا البروجي. انا كناش صاحب الجلاله يوقف معايا.
الله يجازيه بخير. السيد شكون اللي لقاك به نهار الاول هذا المهندس؟ انا على حسب الناس قالوا لي راه كذا كذا، مشيت عنده وكذا. في المنطقه هنايا؟ اه في المنطقه هنايا، في جوج مارس هنايا عنده المكتب ديالو. دابا كيسد عليا البيبان ما بغاش يهضرني. كتمشي عنده دابا؟ ما بقيتش كنمشي عنده، كيسد عليا البيبان. علاش؟ هكاك صافي قضى اللي قضى اللي تيتصلوا بيا ونعطيهم لي ديتاي ديال كل شيء. الله يجازيكم بخير، باش بغيتش نعطي التفاصيل ديال. شحال الرقم ديالك استاذ؟ 06 06 06 أخرى 06 47 47 73 73 89 73 89 06 06 06 47 73 89 89. إذا مشاهدينا الكرام الرقم ديال هذا المستثمر هو 06 047 73 89 06 06 47 73 89. الرقم ديالو راه كاين في التعليق، غتلقاو في التعليق، يعني اي واحد يقدر يساعد ولو باستشاره قانونيه ومجموعه من الامور اللي غيقدر يعاونو فيها يتواصل معاه في الرقم ديالو راه كاين في التعليق مشاهدينا الكرام اللي هو 06 06 47 73 89. بكل صراحه هذا السيد راه معذب بزاف، معذب بزاف، اللي ما غيقدرش يعاونو غير في البارطاج باش توصل القضيه ديالو والامر ديالو يوصل للمسؤولين الكبار في البلاد، لان بكل صراحه راه يعاني في صمت. انا على ما شفت دابا وتا نتوما تجيو تشوفوها راه غتلقاو انه كيعاني في صمت، لان ها نتوما غير شوفوا دابا الزخرفه ديال هاد العود. ها نتوما غير هاد العود، هذا العود بعدا كامل غتلقاه بواحد 5000. شحال تقريبا تقام عليك هاد العود؟ 7500 قلت 8000 درهم. 8000 درهم تقام عليه بلي زاكسيسوار بكل شيء، تقام عليه ب 8000 درهم. تخيلوا معايا هادو، شوفوا شحال من بيبان، راه ماشي غير باب واحد، راه ما كندويش لكم على باب ولا جوج ولا ثلاثه ولا 10 كاع، راه اكثر من 20 باب تقريبا. ولي شومبر ولي شومبر عاد شرا لي شومبر تبارك الله. راه بكل صراحه راه ها نتوما شوفوا هاد الشومبر، ها نتوما شحال ديال العود. هاد العود حتى هو راه داير مع شي 5000 درهم مع 4500 درهم ديال الساوي. ياك شحال داير هذا تقريبا؟ غير فوطي واحد ب 5000 درهم بلي زاكسيسوار ديالو. هذا خديتيه ب 5000 درهم، يعني فاش غتجي انت غتضيعو في هذا الامر هذا وهو تصيب، يعني صح مجموعه من الامور دايره في الدار وفي الاخر غتجي غتقول ليه خويا راه ما غاتقدرش تحل لان ما عندكش رخصه وما غاتكونش عندك رخصه. هذا نداء السلطات اللي باش يديروا مع هذا السيد حل، لانه بكل صراحه راه يعاني في صمت.